هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أول مرة بسوي تغطية وتجربة قيادة لسيارات لينكولن، وبداية مع هذه الأنيقة. طبعا أنا الآن في أوتو مول، وصار فرع خاص لهم لسيارات لينكولن. دائما تسألون سعر السيارة 198,375. السعر يشمل قيمة الضريبة المضافة، ولا يشمل رسوم التسجيل والتأمين. هنا اسم السيارة كورسير ستاندرد بلس، موديل 2021، محرك 2.0 لتر، قوة المحرك 245 حصان، العزم 373، جير 8 سرعات، اوكي ليشن جنوط 19. وهنا بطاقة استهلاك الوقود 95 12.5، تقييم ممتاز، محرك 2.0، طبعا دفع رباعي مستمر. طبعا الفرع توهم فاتحينه، ما شاء الله فرع فخم صراحة. شوف هنا كل عميل له منطقة تيجي هنا تطلع على تفاصيل السيارة وتطلب كل شيء، حتى في ايش كافي شوب لو تلاحظون، منطقة جلوس، يعني شيء فاخر من الآخر. في الأخير انت تتكلم عن علامة لينكولن، وعلامة لينكولن علامة معروفة في الفخامة. طيب استلمنا السيارة وتوكلنا على الله. طبعا من الصدفة الجميلة انه عندي دعوة في مدينة ملك عبدالله اقتصادية لحضور بطولة جولف، فقلت حلو نجرب لكم السيارة في خط سفر وزي كذا. وطبعا كالعادة التغطية المفصلة في قناة كار فلوجز. الان هنا تجربة للسيارة والصرفية واو الى اخره. طيب احنا الان على سرعة 120، منطقة مفتوحة لو تلاحظون، المنطقة مفتوحة، يعني في دفعة هواء قوية وإلى آخره. نفس الوقت الطريق هنا ناعم، لو تلاحظون الطريق ناعم ما في أي مشكلة. الآن الطريق يصير خشن، كنعومة السيارة نظام التعليق ناعم جدا 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 ناعم، وهذا الشيء غير مستغرب على سيارات لينكولن. يعني طبعا السيارة هذه تعتبر أقل فئة من فئات الجيوب عندهم، غير كذا السيارات الثانية اللي موجودة عندهم، أفييتر، نافيجيتر. السيارات هذه ما شاء الله تبارك الله عالم ثاني. طبعا عشان نجرب الاستهلاك، ما شاء الله معطين السيارة، السيارة فيها بنزين، فتقريبا باقي شرطتين، فبفلل كالعادة من إيش محطة الرحيلي اللي في طريق ينبع. طيب عبينا بنزين احمر ب 76 ريال، تمام، كم 32 لتر. الان بالبنزين الموجود نقدر نمشي 420، قلت لكم دائما على حسب داستك. فالان لما نمسك خط السفر القرارات هذه اتوقع حتتغير. نفس الوقت قبل شيء اول ما استلمت السياره اعطيتها كذا شويه ابغى اشوف ادائها والى اخره، فصفرت العدادات كل شيء، حنعرف جميع تفاصيل الاستهلاك. شوف الان انا منزل النافذه، لما نجي اقفل النافذة شوف كذا بشكل ناعم، النافذة تتقفل بشكل ناعم. الشغلة الثانية النوافذ الاربع كلها مدبلة. طيب شوف هذه الكاميرا الخلفية في النهار كيف. طيب هذا مقفل علينا، وشوف النقطة العمياء. طيب الان هذا شكل التركسون، نثبت السرعة من هنا، اقفل واشغل، من هنا ازود وانقص، من هنا ارجع السرعه السابقه، من هنا اكنسل المثبت. طبعا الطريق اللي احنا ماشيين فيه خشن جدا، شوفوا لاحظوا جدا خشن،
واحنا على سرعه 130 الان. وبالنسبه للتكييف ما شاء الله تمام والله، ما في اي اشكاليه، يعني حاطين على اقل درجه. شوفوا السرعه، سرعه المروحه 1. بالنسبه لدرجه الحراره 18. طيب احنا الان على سرعه 140 والطريق خشن جدا، فتقييمكم للعزل الارضي، صوت الهواء، نفس الوقت السياره فيها تنبيه الخروج عن المسار مع حفاظ عن المسار. مثلا الان بترك الدركسون، شوف السياره رجعت من حالها، بس اترك يدك على المقود مع تنبيه انه لازم تمسك الدركسون. مش قياده شبه ذاتيه، وانما ايش، حفاظ على المسار، فعشان كذا لازم تكون منتبه. بالنسبه لعداد الار بي ام، شوفوا فوق 2، يعني 2.25 شيء زي كذا. الان على سرعه 140 على هذا المؤشر، على الجير الثامن الان، الوضعيه الاقتصاديه الضغط فوق 2، يعني 2.25 شيء زي كذا، تعتبر الماكينه مريحه يعني. طيب لو نحط على الوضعية الاقتصادية، الوضعية العادية نفس الضغط، ما في أي اختلاف. حتى لما تحط على السبورت وانت ما انت داعس، يعني مثبت السرعة، الضغط يعني ثابت، هذا الشيء حلو يعني. طبعا للعلم المحرك 2000 سي سي 4 سلندر، محرك 4 سلندر 2000 سي سي توربو، بس ما شاء الله تبارك الله أداء 6 سلندر. غير كذا السيارة تفصل على 219 كأقصى سرعة، نفس الوقت كفرامل برضو حلو. طيب وصلنا مدينة ملك عبدالله الاقتصادية، نادي الجولف هنا زي ما شايفين، بطولة الجولف للسيدات، ومعانا مين؟ حبيبي يا ابو نهاد. كيفك؟ الحمد لله. أول مرة تيجي صح؟ صح. كيف المكان؟ والله المكان رائع. وكيف اللينكون؟ لا اللينكون رائع كمان. كورسير، يعني اليوم الرحلة كانت برعاية لينكون كورسير، انبسطنا ووصلنا بالسلامة يا رب لك الحمد. الجو مرة رطب، ففكرت اني امن السيارة والسيارة شغالة عشان ابغى المكيف يكون شغال، فشوفوا اقدر امن السيارة والسيارة شغالة. ها يا هلا والله. طيب جاي اعبي بنزين الان، من يوم ما عبيت البنزين فل، رحت مدينة ملك عبدالله الاقتصادية ورجعت ودعس وداخل المدينة كل شيء، يعني خط سفر وداخل المدينة إجمالي الممشى 471 كيلومتر بالبنزين الفل. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الأجواء كيف، طبعا برفقة إيش، كورسير، أجمل الأجواء. أمس السبت واليوم الأحد، ما شاء الله في جدة أمطار أمطار أمطار. شوف ها شايفين الوضع الآن، أنا عندي تصوير السيارة هذه، فماني عارف والله كيف، ماني عارف كيف والله، أنا قاعد أحس كأني قاعد أتسبح صراحة. عند بيتنا الوضع أهون شوية.